السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم درس جديد بعنوان غرائب المخلوقات. في هذا الدرس سنتعرف على العديد من المخلوقات التي لها مواهب خاصة وقدرات أودعها لها الله عز وجل حتى نتعرف على حكمته وقدرته. هيا بنا نرى الدرس. الطيور. أنت تحب وطنك كما أن الطيور تحب أوطانها، ولها غريزة العودة إلى الوطن. فعصفور الهزاز يهاجر جنوبا في الخريف، ولكنه يعود إلى عشه القديم في الربيع التالي. وفي شهر سبتمبر تطير معظم أسراب الطيور إلى الجنوب وتقطع نحو 1000 ميل فوق عرض البحر ولا تضل طريقها. هنا بيقول إن أنت بتحب الوطن بتاعك اللي أنت عايش فيه اللي هو مصر، وبرضه الطيور دي بتحب أوطانها، وهي ليها غريزة، يعني حاجة جواها كده بتخليها ترجع للوطن بتاعها اللي هي كانت عايشة فيه. فمثلا عصفور الهزاز ده نوع من العصافير بيهاجر جنوبا في فصل الخريف، لكن هو بيرجع لعشه القديم اللي هو كان عايش قبل ما يهاجر في فصل الربيع اللي بعديه على طول. وفرضه في شهر سبتمبر اللي هو شهر 9 معظم أسراب الطيور، يعني أغلب الطيور، بتطير للجنوب وبتقعد يعني في رحلتها دي بتاع الهجرة حوالي 1000 ميل فوق البحر وما بتضلش طريقها، يعني ما بتهش في الطريق. النحلة. والنحلة تجد خليتها مهما طمست، والنحلة العسل لا تجذبها الأزهار الزاهية كما نراها، ولكنها ترى الأزهار بالضوء فوق البنفسجي الذي يجعلها أكثر جمالا في نظرها. النحلة مهما اختفت خلية أو شكلها تغير أو يعني ما كانش باينة تقدر تلاقيها حتى لو أي حاجة حصلت لها. والنحلة العسل دي يعني ما بتشوفش أزهار زي ما احنا بنشوفها، لا هي بتشوفها بالضوء فوق البنفسجي اللي هو بيخليها أكتر جمالا وأكتر يعني شكلها أحسن في نظرها. الحصان. وإذا ترك أحد حصانه يمشي وحده فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل، وهو يرى ولو كان الطريق غير واضح، ويحس باختلاف درجات الحرارة في الطريق بعينين تتأثران قليلا بالأشعة تحت الحمراء. لو حد ساب حصانه يمشي لوحده مثلا بالليل هو يقدر يعرف الطريق مهما كان الدنيا ظلمة ومهما كانش احنا شايفين أي ضوء، وهو برضه يعرف يشوف ولو كان غير واضح، وبيعرف يحس باختلاف درجة الحرارة عالت قلت كده بعينين، يعني بيحس بعينيه اللي بيتأثروا قليل يعني مش كتير قوي يعني بأشعة تحت الحمراء. العناكب المائية. وتصنع إحدى العناكب المائية لنفسها عشا على شكل منطاد من خيوط العنكبوت، وتعلقه بشيء ما تحت الماء، ثم تمسك ببراعة فقاعة هواء في شعر تحت جسمها وتحملها إلى الماء، ثم تطلقها تحت العش، ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش، وعندئذ تلد صغارها وتربيها أمنة عليها من تيارات الموج. في بعض أنواع من العناكب المائية بتعمل نفسها عش على شكل منطاد اللي هو يعني المنطاد اللي بيطير في الجو ده من خيوط العنكبوت، وبتعلقه بحاجة تحت المية وبتمسك بيه فقاعة هواء تحت جسمها، يعني تحط فقاعة هواء تحت شعر جسمها وتاخدها معاها في المية عشان يعني هي تبقى مخبيها في شعر جسمها عشان ما تختفيش. بعد كده بتحطها تحت عش عشان عش يبقى فيه هواء لحد ما عش يتنفخ بهواء، وبعد كده تولد ولادها في العش ده وبتربيهم من غير ما تبقى خايفة على تيارات موج المية. الثعابين المائية. وهناك لغز أصعب يتطلب الحل، وهو الخاص بالثعابين المائية التي تهاجر عند اكتمال نموها من مختلف البرك والأنهار. فإذا كانت في أوروبا فإنها تقطع آلاف الأميال في المحيط قاصدة الأعماق السحيقة جنوبي برمودا، وهناك تبيض وتموت. أما صغارها التي لا تملك وسيلة لتعرف أي شيء فإنها تعود أدراجها وتجد طريقها إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتها، ومن ثم إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة، فيصبح كل جزء من الماء آهلا بثعابين البحر. في الثعابين المائية دي بتهاجر لما بتكمل نموها للبرك والأنهار. فلو كانت مثلا في أوروبا
يعني بتعوم آلاف الأميال في المحيط عشان تروح جنوب برمودا، وهناك بتبيض وبتموت بعد أول ما بتبيض. لكن ولادها بعد ما يتولدوا ما مش عارفين أساسا هما جايين منين، لكن إن هما بيرجعوا للشاطئ اللي موتهم جات منه، وبعد كده بيروحوا لأي بحيرة أو نهر أو بركة صغيرة عشان يبقى مليان بثعابين البحر. قدرة الله، لقد قاومت تلك الثعابين الصغيرة الطيارات القوية وغلبت الأمواج على كل شاطئ، دفعها قانون خفي وفطرة فطرها الله عليها إلى الرجوع حيث كانت بعد أن تتم الرحلة كلها. إن هذه أمثلة تدعونا إلى التفكير في الآيات الدالة على قدرة الله وعلى حكمته في الخلق ليزداد إيمانا بالله ويزيد امتثالا لأوامره. هي الثعابين المائية الصغيرة دي حتى وهي صغيرة لسه مولودة، لكن قومت الطيارات القوية وقدرت تعدي أمواج اللي على كل شاطئ. إيه اللي خلاها تعمل كده؟ اللي خلاها تعمل كده فطرة الله التي فطرها الله عليها، يعني ربنا هو اللي كان أمرها أو معلمها من وهي صغيرة إنها تعرف ترجع بعد ما كانت موجودة بعيد قوي على بعد آلاف أميال، لكن عرفت ترجع. يعني ده يعني بيخلينا نفكر إن في قدرة الله وحكمته عشان نزيد إيمان به ونمتثل أوامره وإحنا بكل فخر وطاعة وحب ليه. الواجب بقى عشان تحله بقى، ما الغريزة التي تمتلكها الطيور بالنسبة لأوطانها؟ اذكر بعض الصفات التي يتميز بها النحل. كيف يهتج الحصان إلى طريقه؟ كيف تصنع العناكب المائية عشها؟ كيف تعود الثعابين المائية إلى موطنها بعد اكتمال نموها؟ كده يكون خلصنا درسنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.